مشاهدينا هي حكايات الأمكنة توثيقا وجمالا وبهاء لكل أماكن مختلفة في سوداننا الحبيب. هنتواصل معاكم عبر صباح الشروق وعبر فقراتنا وعبر موضوعاتنا، ونذهب مرة أخرى إلى فيديو نتابع ونرجع نعود مرة أخرى. داخل ولاية النيل الأزرق وعلى حدودها الغربية تقع منطقة أجدي، وهي لا تبعد كثيرا عن عاصمة الولاية مدينة الدمازين. في طريقنا إلى أجدي التي تشتهر بالأراضي الزراعية الخصبة استوقفتنا هذه المشاهد. يشكل الرعي مصدر رزق لكثير من أهل ولاية النيل الأزرق، وعلى وجه الخصوص سكان المنطقة الغربية التي تبدأ بقرية أجدي، فالمنطقة تعتبر منطقة زراعية ورعوية. أجدي قرية صغيرة تقع تحت سلسلة من الجبال عرفت هي الأخرى بجبال أجدي، فالقرية أشبه بأن تكون قرية سياحية وتزداد جمالا في فصل الخريف. وهنا وكعادة أهل السودان وجدنا احتفالا بإرث وتراث أهل المنطقة. النساء يقودن هذا الاحتفال بأغاني حماسية تشجع الشباب وتحثهم لوضع مصلحة القرية وأهلها فوق كل شيء، فمعظم الأغاني تلهب شجون الشباب وتدعوهم إلى الزواج عبر أغاني من تراث أهل القرية. وبما أن المناسبة كانت للاحتفال بعقد قران لأحد أفراد قرية أجدي، برزت في الاحتفال الأغاني العاطفية التي تمجد المحبوب وتسكب دموع الشوق على فراقه. يا محمد بقالي حرقة وما في حكيم بمرقة، انظر رجلتها والدليل امسي دمي وارك السربة، امشي وفطل للمرضان شربة، يم حزار دخل معها زيطين الحربة، تومت الزول كن داير البطال ما بقلبها مسنان نقي شمزة. رابحة محمود استلهمتها أغاني الفخر والإعزاز بالأهل والعشيرة، كانت حاضرة للاحتفال. تغنت لكاميرا الشروق وهي تمتدح أبيها على شجاعته وكرمه ومروءته عند الشدائد. كان جيت لقيت ضعفانة باركين تعلب تقولنا فيه ده أبوي أنا ورجب ابو محمد ده جانا صد الحدات هنا ولقاهم قلت له ديوانا في الدقيق القوات المقابله للحرب كاتب قالت القلب القوات المقابله للحرب رجب ابو محمد ده. لم نتمكن من التجوال داخل القريه بسبب ضيق الوقت، وكنا نخشى ان يحل علينا الظلام حال مقادرتنا لمكان تجمع اهل القريه. الريف الغربي اسم أطلقه أهل ولاية النيل الأزرق على مجموعة القرى التي تقع غربي الولاية، فهي منطقة تعايش وسلام عرف أهلها بطيب المعشر والتكاتف والتعاضد.